اهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامجكم الصحافه اليوم، واللي بنتناول فيه بالقراءه والتعقيب اهم العناوين والمانشطات بالاضافه لمقالات الراي والاخبار الصادره في صحف ومجلات الغد السبت 19/8/2017. مع حضراتكم مشاهدينا النهارده هنطالع العدد الجديد من جريده اخبار اليوم، ويسعدني ان يصحبني في هذه الجوله الصحفيه الكاتب الصحفي مدير تحرير اخبار اليوم الاستاذ حسين عبد القادر. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. يعني استاذ حسين، زي ما عودنا الساده المشاهدين بنبقى معانا دايما اخبار متنوعه، منها السياسي والاقتصادي والدولي في بعض الاحيان. خلينا مباشره نبدا مع حضراتكم من صدر الصفحه الاولى. الخبر اللي معانا دلوقتي بيقول السيسي يشارك في قمه الدول الاسرع نموا في الصين. يمكن سفير مصر كمان بالصين ليه تصريح بيقول الإصلاحات الاقتصادية مهدت الطريق للانضمام لقمة بريكس. يعني أستاذ حسين، من العناوين للتفاصيل مع حضرتك. الزيارة اللي بنتكلم عنها واللي هيقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في سبتمبر القادم إلى الصين، هي بناء على ده وجهها الرئيس الصيني للرئيس عبد الفتاح السيسي ليشارك في منتدى قمة التكتل الاقتصادي المعروف باسم بيركس، اللي هي خمس دول كبرى تعتبر بتمثل الآن أكثر الدول صاحبة النمو الاقتصادي الأسرع، اللي هي الهند، روسيا، البرازيل، جنوب أفريقيا، والصين. هذا التكتل مهم جدا جدا ان نتواجد فيه وان احنا تكون لنا علاقه به، لان هذا التكتل اللي بيمثل حجم استثماراته وعلاقاته التجاريه على مستوى 30% من الاقتصاد العالمي، عدد سكانه حوالي 43% من سكان العالم. مهم جدا ان احنا يكون لنا علاقه بهذا المنتدى ويكون لينا شراكة في نشاط وتبادل تجاري معاه، وده الفرصة جت لما إن شاء الله المؤتمر القمة بتاعه هيعقد إن شاء الله في الشهر القادم في الصين. طب أستاذ حسين، يعني ونحن بنخطو دلوقتي خطوات على طريق الإصلاح الاقتصادي، يعني إزاي ممكن نأخذ من دولة مهمة جدا وأثبتت يعني دورها ووضعها بشكل كبير وهي الصين في مسألة النمو الاقتصادي، إزاي ناخدها كقدوة أو نقطة انطلاق للانطلاق لمرحلة التعافي الاقتصادي بشكل كبير؟ طبعا احنا التجربه الصينيه تجربه طبعا مهمه جدا، لان كانت الصين كانت دوله عاديه جدا، كانت يعني بعد اصلاح الاقتصاد العام والثوره اللي اقامها ماو تسي تونغ، ثوره كبيره ضخمه في الصين اللي خلقت منها كيان ضخم جدا النهارده غول متوحش بتجارته بتسيطر على العالم كله في كل مكان. المنتج الصيني النهارده اصبح موجود في كل مكان، مش كده وبس، ده نشاط تجاري نشاط صناعي. فاحنا مهم جدا ازاي استغل العنصر البشري، ازاي استغل الامكانيات، ازاي عمل تسهيلات. احنا في هذا الاطار احنا دلوقتي ماشيين بنتقدم، لكن هو بالنسبه اذا كانت النقطه هنا في الخبر بتتكلم عن الاصلاح الاقتصادي، هو المقصود به الاصلاح الاقتصادي اللي بيتم او الاصلاحات اللي تمت في مصر خلال الفتره الاخيره دي مهدت ان تكون لنا علاقه بهذا المنتدى، لان لابد ان عشان نشارك في اي منتدى او كان اقتصادي مهم ناجح لابد ان تكون هناك ثقه في اقتصاد الدوله التي ترغب في الانضمام. الاصلاحات الاقتصاديه اللي تمت في الفتره الاخيره كانت مؤشرات ناجحه او تؤدي يعني بتعبر عن نجاح لما تم، زائد ان ده بتكون بتضع في الاعتبار الثقه في الاقتصاد المصري وقوته، زائد ان العلاقات الاخيره اللي تمت ما بين مصر والصين ومصر وروسيا كانت علاقات ليها خصوصيتها في المجالات مختلفة الاقتصادية والتجارية والصناعية وتعاون في كل المجالات،
كل هذه العلاقات اللي حصلت هتمهد لنا المشاركة وخلق نوع من الشراكة بيننا بهذا المنتدى اللي هو للدول أو دول الكيان الأسرع نموا. نعم. اقتصاديا. يعني إذا هاخد من كلام حضرتك أنه بالتالي نقدر نقول أن مصر يعني وضعت كل ما تملك على الطريق الصحيح، وهي الآن تخطو خطوات إيجابية جدا في سلسلة الإصلاح الاقتصادي، ومما أهلها بالطبع للمشاركة في قمة مهمة زي هذه القمة. طيب خلينا مع حضراتكم نروح لأخبارنا الاقتصادية، وبنتابع دلوقتي من الصفحة الثالثة خبر بيقول 50% حوافز للمشروعات الاستثمارية الجديدة. يعني الحقيقة ده خبر مهم جدا وخبر كمان إيجابي، يعني إلى أي مدى ممكن تؤثر هذه النسبة من الحوافز على شكل الاستثمار؟ خلينا نقول الخبر ده وخبر قادم هتكلم فيه برضه، هنتكلم فيه عن اللي هي التيسيرات وتراخيص التنمية الاقتصادية مع الخبر الحالي اللي هو 50% من المزايا للمشروعات الاستثمارية الجديدة في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد. ده يرتبط بالكلام اللي كنا بنتكلم لسه فيه حاليا عن الإصلاحات الاقتصادية واللي بتضعنا موضع الثقة لدى الكيانات الاقتصادية الكبيرة. إيه هي الإصلاحات اللي أنت عملتيها اللي عملناها في مصر؟ إن إحنا دلوقتي بناخد خطوات واسعة جدا، بنتقدم إن إحنا نشجع المستثمرين، بنشجع مشروعات الاستثمار انها بنجذبها لمصر انها تبتدي تشتغل، وده من خلال ان انا بقدم لها تيسيرات، بفكلها، بحاول امحو واقضي على كل اشكال البيروقراطيه اللي كانت معقده لانشاء مشروعات المستثمرين. ان النهارده اللائحه التنفيذيه لقانون الاستثمار الجديد وضعت مزايا كثيره جدا جدا لجذب وتشجيع الاستثمار في البلاد. كل المستثمرين انا بقول له النهارده القانون الجديد بيقول احنا هنتوسع في اكثر مما تخيل واكثر مما كنت تتوقع من مزايا هنديها لك في كل المجالات، سواء اعفاءات ضريبيه، سواء خفض الهالك بتاع كل الكلام ده في سبيل انك انت تيجي تنفذ عندي مشروعات. بس انا التيسيرات اللي هعملها لك هتكون مقابل حاجات انا طالبها منك عشان استفيد بيها كدوله. فالاستثمار اللي جاي كل ما هيكون يقدم لي مزايا ليا عندي المشروعات بتاعته اللي هيقيمها اذا قامت على ان بتعتمد على المنتج بتاعنا، المنتج المحلي في وسائل اللي هي التشغيل او انتاج المشروعات بتاعته هياخد مزايا. طب ده محتاج ان احنا ربما نعمل بيئة ملائمة للاستثمار داخل البلاد. البيئة الملائمة دي يعني بتستدعي مننا التخلص من بعض الإجراءات الروتينية أو البيروقراطية، وكمان نعمل أرضية يعني زي ما ذكر في الخبر ان احنا نساعد المستثمر ان هو ونهيئ له المناخ ان هو يجي يستثمر عندنا. ازاي نحقق ده بالإضافة طبعا لل 50% حوافز؟ ودي حاجة كويسة جدا. هخلص الأول موضوع المزايا، لأن أنا مش هديله مزايا بدون مقابل، لا أنا هديك مزايا بس لازم يكون لها مقابل. فأنا هشرح الأول بس بعض المقابل المطلوب من المستثمر اللي أنا بيها يشجعني وأنا بشجعه، يشجعني أنا أديله المزايا دي. نفيد ونستفيد. أنت هتعمل مشروعك هنا، مشروعات بتاعتك المنتج بتاعها زي ما قلت يكون المنتج بتاعها على الأقل 50% من المنتج المحلي، اللي قائم صناعاتك على إنتاج محلي من مصر عشان أشغل المشروعات برضو المصرية اللي جوه. قالوا له ان احنا اذا جبت لي مشروعات بتضخ استثمار عمله صعبه او نقد اجنبي من بره عشان انشاء المشروع بتاعك، انا برضه هديك مزايا، ما تستهلكش عمله من عندي، لا انت تجيبها من بره. ثالث حاجه ان انا بقول له تصدر 20% على الاقل من المنتج بتاعك خارج البلاد، لان انا بدور في كل الحاجات دي ان انا عاوز ازود وانمي سله العملات الصعبه بتاعتي. فمن بينها ان انا عاوز عملات عشان انشاء المشروعات بتاعتك هنا تجيب لي انت من بره العملات بتاعتك، زائد انك انت المنتج بتاعك تصدر لي على الاقل وحد ادنى 20% من المنتج بتاعك لخارج، لان المقابل بتاعه هيجي له عملات صعبه. بدي له مزايا ثانيه، ان كانت عندهم مشكله مثلا العماله الاجنبيه، لان انا هندي لك ممكن ندي لك ترخيص انك انت تستورد عماله اجنبيه من الخارج في حدود 20% من عدد العاملين عندك، بس بشرط
العماله اللي انت هتجيبها ما تكونش متوفره في العماله المحليه، عشان انا مش عشان اساعدك اعمل البطاله عندي ووقف الايد العامله المصريه اللي موجوده. لا، انت هتجيب عماله بس ما تكونش موجوده مثيل لها في مصر. طيب احنا لسه مع حضرتك بنتابع اخبارنا الاقتصاديه، وهنروح تاني مره تانيه مشاهدينا للصفحه الاولى دلوقتي، وتصريح مهم جدا لوزير الصناعه بيقول فيه 900 مليون جنيه استثمارات جديده خلال يوليو الماضي. يعني من وجهه نظرك تتوقع اسباب زياده هذه الاستثمارات؟ احنا قلنا في الصحه الاقتصاديه في الحاجات الخطوات المهمه جدا لتشجيع الاستثمار وتشجيع المستثمرين. احنا قلنا اول حاجه مزايا انا بديها للمستثمرين، انا باجي الخطوه الثانيه ان هي التيسيرات اللي بقدمها للمستثمر، بفك له كل مشاكل الروتين والبيروقراطيه اللي كانت عقده كبيره جدا جدا بالنسبه للمستثمرين، وكانت حائل على انه يجي يكون مشروعات هنا في مصر. مشروع الجديد اللي هو خاص بتيسير منح التراخيص المنشآت الصناعيه دي كانت مشكله كبيره جدا، ده حل مشاكل كبيره جدا للمستثمرين اللي هم بيفكروا يعملوا اي مشروعات في الداخل. الاول عشان كان المستثمر يجي يعمل اي مشروع هنا جوه مصر كان في 11 جهه لا بد ان يتعامل معاه ويمر بيها، ولابد ليه انه ينهي 154 اجراء، وكانت احيانا عمليه استخراج الترخيص لانشاء لتشغيل منشاه مصنع كبير او كده ممكن كان يصل الى 3 سنوات كامله. مشروع جديد اللي هو صدر منذ اسابيع وبدانا نستفيد من الباكوره بتاعته اللي هتكلم فيها، باكوره تطبيقه اللي هو قانون تيسير التراخيص المنشآت. النهارده اصبحت جهه واحده اللي هي جهه التنميه الصناعيه. نعم. هي هيئه التنميه الصناعيه الجهه الوحيده اللي يتعامل مع المستثمر. اذا هيئه التنميه الصناعيه، لكن خلينا نروح لشق تاني، يعني احنا دايما بنتكلم ان احنا ربما بنتعافى بعض الشيء من مشكله كانت بتواجهنا بشكل كبير جدا وهي مشكله البطاله. ازاي ممكن استثمارات بهذا الحجم الكبير تدينا فرص عمل ومزيد من الامل للشباب؟ بصفة عامة مشروع هيقام على أرض البلاد هنا، مشروع مش هيقام بمكانة، لا حتى لو كان بمكانة كاملة وتقنية عليها لابد أن تكون هناك الأيدي العاملة التي تشغل وتدير هذا المكان. هذه الأيدي العاملة هتكون من داخل البلاد، فده أنا كده بخلق فرص عاملة. في الخبر اللي احنا بنتكلم عنه ده هيعبر عن السؤال أو هيجيب على السؤال اللي حضرتك بتقوليه. أنا الوزير طاهر أبيه اللي هو وزير التجارة والصناعة بيتكلم عن بدء تطبيق المشروع الجديد. في ايه اللي حصل خلال أول شهر يوليو؟ ايه اللي حصل؟ مهندس طارق قبيل، مهندس طارق قبيل، ايه اللي حصل؟ ان احنا بالفعل اعطيت الموافقه النهائيه ل 141 مشروع صناعي جديد في مشروعات صناعيه وغذائيه وهندسيه. هتمثل هذه المشروعات التي تصل تكلفتها الاستثماريه الى 900 مليون جنيه هتشغل لي 1650 من الايدي العامله. دي في 41 مشروع فقط اللي صدرت في شهر يوليو الماضي. إذن هي نظرة تفاؤلية على القادم بإذن الله. بإذن الله وتمنى. طيب خلينا نروح لخبر مشاهدينا لافت للنظر من الصفحة 12. الخبر بيقول في أوروبا والدول المتقدمة خصخصة السكة الحديد هي الحل، شركة خاصة في بريطانيا تشغل 20,000 قطار تنقل 900 مليون راكب في السنة. يعني يمكن الخبر ده مهم جدا، ولكن السؤال المطروح هل ده ممكن يحصل في مصر؟ أولا هو هذا الكلام المطروح أو الطريق المكتوب هو طرح على خلفية حادث القطار تصادم القطارين الأسبوع الماضي وحالة الحراك الكبيرة اللي بتتعرض للحالة السيئة لمرفق السكة الحديد في مصر الذي لم يتعرض لعملية تطوير بقاله سنوات طويلة جدا، مشاكل في التمويل، خسائر متضاعفة، عنصر بشري أحد أسباب برضو الخسائر اللي يمكن نغفلها. فبدأنا نفكر وبنتكلم بصوت عالي ايه هي الحلول، لان احنا بقالنا سنوات طويلة بنتكلم عن
نزيف الخسائر في هذا المرفق ولا حل حتى الآن. المشكلة تتفاقم وخسائر أكتر وأرواح تحصد ونزيف دماء مستمر. فمن هذا الأمر احنا كنا بنتكلم بنشوف طب العالم بيفكر ازاي، فطرحنا حوالي 6 دول من كبريات الدول اللي هي يعني فيها نشاط كبير جدا لمرافق السكة الحديد فيها. طبعا بريطانيا، فرنسا، فنلندا، ألمانيا. بريطانيا احنا بنتكلم عن عندها حوالي 20,000 قطار، 3,000 محطة، بتنقل 900 مليون راكب. قعدت لحد سنة 94 كان المرفق مملوك للدولة بالكامل، حتى جاءت مارجريت تاتشر رئيسة الوزراء المرأة الحديدية وقررت أن تخضع هذا المرفق للخصخصة. طبعا وجدت مشاكل كثيره جدا من حزب العمال المعارض، من النقابات العماليه، ولكن في 97 كانت انتهت من وضع مشروع الخصخصه وتم التخصيص خصخصه المرفق من خلال 25 شركه تدار مرفق قطارات الركاب وسته لقطارات البضائع. لكن المشكلة الريح لا تأتي دائما بما تشتهي السفن، حصلت مشاكل كثيرة جدا وأصبحوا في قلق لأن دائما المشاكل تحصل ما بين العمال اللي هم سائقي القطارات وعمال السكة الحديد مع الشركات حول مرتباتهم حول أرباحهم. فبمجرد ما تحصل مشكلة يعملوا الإضراب، تصاب السكة الحديد هناك بالشلل، زائد أن في هناك مشاكل أيضا من ركاب السكة الحديد أن هم دائما بيعاني من ابتزاز شركات النقل اللي دايما بتغالي في الاسعار. اعتقد في يعني مصر استاذ حسين، من وجهه نظرك ازاي نفعل ده عندنا في مصر في اطار نقطتين مهمتين جدا حضرتك ذكرتهم دلوقتي. النقطه المهمه، الموضوع يحتاج لمواجهه تحديات ممكن تواجه تنفيذ هذا الموضوع. النقطه الثانيه، بدء التنفيذ بقى على ارض الواقع. ده ان انا التجارب الدول اللي بتطبق هذه بتدير لديها مشروعات خصخصه، ان هناك شركات خاصه هي اللي بتدير مرفق السكة الحديد، انا لابد ان ادرسها بعنايه وادرس النقاط السلبيه والنقاط الايجابيه، وابتدي لو فكرنا وبس تكون بطريقه جزئيه نبتدي بها الاول عشان نكون كنموذج للتطبيق. ازاي ان انا اخد ممكن نبتدي لو فكرنا في مشروع الخصخصه في مصر هنا جزء معين او اقليم معين ابتدي فيه مشروع الخصخصه او خط معين ابتدي فيه الخصخصه، شركه تتولى الخصخصه. هنحط على شروط او اعتبارات اهم حاجه فيها حق الراكب، ده رقم واحد. انا مش هفكر بقدر الامكان ازاي احقق مكاسب ماديه بقدر ما انا عاوز وسيله مواصلات لا تكلف الدوله ولا تستنزف اموالها، وفي نفس الوقت تكون تحقق الراحه والقبول لدى الراكب بالخدمه اللي بتقدم اليه، ما تبقاش عبء عليه ولا عبء على الدوله. اذا المواطن المصري هو صاحب الحق الاساسي اللي كلنا بنصبه ليه وبنسعى لخدمته في المقام الاول. طيب مع حضرتك هنروح مره تانية للصفحه الثالثه، وخبر بيقول انتخابات المحليات بدايه العام المقبل. يعني من وجهة نظرك أستاذ حسين أهمية وجود المجالس المحلية؟ هنتكلم الأول عن انتخابات المجالس المحلية وبعد كده هنتكلم على أهميتها وبعدين نتكلم. المجالس المحلية هي البرلمانات الصغيرة الموجودة في ربوع البلاد، في القرى، في المدن، ودي بمثابة برلمانات صغيرة هي بتراقب الجهاز الإداري للدولة في على المستوى الأصغر في المدن والقرى، بتراقب أسلوب العمل، بتراقب السلبيات، بتتابع تشجع الإعجابات، بتشوف دايما المشاكل اللي الناس بتعرضها، المشروعات اللي بيحتاجها كل حي أو كل مدينة في حاجة إليها هي دايما اللي بتصعدها وتعرضها وبتتابع تنفيذها وبتدافع عنها، وإذا كان هناك أخطاء أو سلبيات سواء على المستوى الشخصي أو الأداء الشخصي برضو بتتصدى ليه وبتكشفه وبتضع حد، ويمكن بتسبب في عزل الموظف أو المسؤول في هذه الإدارات المحليات مثلا على مستوى المراكز المدن أو الأحياء. فدي مهمة، إدارة مهمة جدا 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 إلى أقصى مدى. طيب وإحنا بنتكلم عن انتخابات جديدة لازم نذكر
دايما التأكيدات المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتولي الشباب مناصب قيادية من أجل بث روح التغيير داخل المجتمع وروح الانطلاق والشباب والإبداع وما خلافه. إلى أي مدى من وجهة نظرك هيؤثر تولي شباب في مثل هذه الانتخابات على شكل المحليات، وخصوصا أن احنا الفترة اللي فاتت دي كنا بنعاني من مشاكل كبيرة جدا فيها؟ احنا طبعا المحليات غاب دورها من بعد الثوره، لان لم تتم اي انتخابات للمحليات بعد الثوره. دي هتكون اول انتخابات تاجل اكثر من مره لسببين، ان هو قانون الاداره المحليه الخاص بتنظيم عمل هذه المحليات لم يصدر بعد وتاجل مناقشته اكثر من مره، زائد برضه تاجل بسبب لم يكن هناك تشكلت بعد الهيئه العامه للانتخابات. الهيئة الوطنية للانتخابات. السؤال بتاع حضرتك ان انت بتتكلمي فيه عن دور الشباب او موقف الشباب في الانتخابات الجاية، هو بالفعل الدولة بتوجيهات رئيس الجمهورية من طوال الفترة الماضية بالفعل بدأت بتضع نظرها، بتجهز، بترصد العناصر الشبابية اللي هي ممكن يكون لها دور، بتتميز بمواهب أو بتتميز بقدرات على الأداء الجيد، بتتميز بصفات كويسة جدا، إن هي تقوم بالدور المراقب ودور الحكم اللي هو عضو الحكم المحلي، وفعلا بيتم تصعيد هؤلاء الآن وتجهيزهم بحيث أنهم يخوضوا هذه الانتخابات، وبحيث أنها يكونوا حائط صد ومنع لتسلل عناصر لجهات أو غير مرغوب فيها، أنها بتكون هتكون سبب في مشاكل أو عرقلة أداء هذه الأجهزة المحلية. الفترة الجاية مش الشباب وبس، وإنما المرأة أيضا هيكون لها دور كبير جدا في المحليات الفترة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا المرأة أكيد هتلعب دور مهم جدا في المجتمع زي ما دايما بنشوف دورها الريادي في أي منظمة. طيب خلينا نروح ومستمرين في عرض الأخبار الاقتصادية، هنروح للصفحة 14. الحقيقة تصريح صادر من منظمة السياحة العالمية بيقول 51% زيادة في عدد السياح بمصر. يعني كيف تقرأ هذه النسبة قراءة صحفية؟ طبعا دي بتعطي بصيص من الأمل طال انتظاره، بريق من التفاؤل، لأن قطاع السياحة قطاع مهم جدا، قطاع يعني فاعل في الاقتصاد والناتج القومي. تأثر الضربات المتلاحقة اللي تعرض لها قطاع السياحة اللي كان بيمتص عدد كبير جدا من الأيدي العاملة الشباب بالذات في مشروعاته، طبعا الضربات المتلاحقة اللي احنا عارفينها وأدت إلى انهيار كبير في هذا المرفق، كانت مشكلة كبيرة جدا أثرت سلبا على العاملين بهذا المشروعات. مشروعات أغلقت، مشروعات تجمدت، لكن بدأت من فترة الحمد لله يمكن أكثر من سنتين بدأت تنمو، ومشروعات اشتغل، بدأت في أفواج سياحية بتيجي، نشاط سياحي بدأ ملحوظ. التقارير الصادر من منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة دي تقارير بتعتمد على الواقع، مش مجرد تصريحات ولا آراء ولا تخمينات، إنما من الواقع اللي موجود بالأرقام الفعلية، الحجوزات، حركة السياحة الموجودة. فهو لدرجة أن منظمة السياحة اعتبرت مصر من أهم 5 وجهات سياحية في عالمية في ازدياد ونمو خلال الشهور الماضية. طب مدلولات ذلك من وجهة نظرك؟ ما هو ده احنا قلنا حضرتك المدللات انها بتترجم عنها كذا كيان اقتصادي عالمي تطرق لهذه الملحوظه او هذه الظاهره اللي هي النمو النشاط السياحي في مصر في الفتره الاخيره. ففي موقع ذا ناشونال اللي هو التابع للامارات في اكثر من دوله رصدت زياده الدخل السياحي من العمله الصعب في الفتره الاخيره، فيعني زاد في الفتره الاخيره بقى اصبح مليار ونص دولار قياسا بالفتره الماضيه اللي قبلها كان لا يتعدى 500 مليون دولار. في نفس السنه كامله لو حسبناها كل هذه الوكالات السياحيه العالميه قالت ان مصر
ممكن يعني وصل بالفعل إلى 4.4 مليار دولار عن عائد نشاط السياحة في مصر. أستاذ حسين، يمكن ده أكتر خبر ممكن ننهي بيه حلقتنا النهاردة، خبر مفرح الحقيقة لكل السادة المشاهدين، ومدلوله أن مصر ستبقى دائما هي بلد الأمن والأمان للجميع. بشكر الكاتب الصحفي واللي شرفنا بالحضور ومدير تحرير جريدة أخبار اليوم الأستاذ حسين عبد القادر، شرفتنا يا فندم. عفوا، أهلا وسهلا. كذلك مشاهدينا الشكر موصول لحضراتكم، واستنونا غدا في حلقة جديدة من الصحافة اليوم. إلى اللقاء.